انت يا زفت، انت مش شايفني واقفة؟ الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر، وحشان الابتسامة والبيضة والحجر. انت ايه يالا اللي مقعدك في عربيتي؟ وفين السواق الزفت؟ اهمادي بقى، لا بقى في عربيتك ولا سواق ولا زفت. خلاص الشيخ علوان رمى عليك اليمين وطار على المطار، وخد معاه العربية والسواق والفيلا والمحل. في 60 داهية، ده حتى كان دمه يلطش. مش مهم، يلا وقف لي تاكسي بسرعه، عايز اروح المحل، وحشني الرقص. الا انت جالك بكم ولا ايه؟ بقولك خد كل حاجه واولهم المحل. ازاي ده كاتب لي المحل بيع وشراء؟ ما هو عشان انت مش مثقفه وما بتعرفيش تفكي خط الناس بتشتغلك. لما اتجمعتوا مع المحامي عشان تكتبوا العقود، عزوز كتب كل حاجه باسم علوان، وخد 1,000,000 جنيه زياده عشان يسكت. ازاي ده؟ انا بصمه بصباعي. ده خدعوك فكالو يا كبيره، انت بصمتي على انك شاهده على العقود، لا بايعه ولا شاريه. وعلى راي المثل يا ولاد بلد انا ليا رجاء، عايزين نقضي على الاميه بدل البصمه تكون امضاء. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا تكوني فاكره علوان ده اهطل وبيرمي الفلوس كده، ده بس كان عايز يدوقك ويدفع، ودلوقتي زهق منك وراح يدوق واحده تانية عشان يدفع برضه. وانا جيت قلت لك ضميني وانسي الدنيا، ضميني وانسي الناس، بس انت اللي طلعتي شخصيه عنيده. بعتني بعتني يا طعود الكلب، بعتني. بس يا بت فوقي كده وما تنسيش نفسك، انا اللي عملتك وجيت قلت لك انا شريكي وانت اخترتيه ومبعتيني. دلوقتي ما ترجعيش تندمي، انا جاي استلم الفيلا دي، قدامك نص ساعه تلمي الكراكيب بتاعتك ارجع عليكي جاهزه. سامعه يا نوال؟ سامعه يا نوال؟ سلام يا ستهم. سلام يا نونا. ليه كده؟ ليه عملتي فيا يا دنيا كده؟ ده انا بنت حلال ومستاهلش. ليه؟ جبتيني المرجحة ليه؟ طلعتيني لسابع سما، نزلتيني على جدور رقبتي ليه؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ هعمل ايه؟ اروح فين؟ هعمل ايه؟ كل حاجة راحت، كل حاجة راحت، كل حاجة راحت، حتى نوال راحت، حتى نوال راحت، حتى نوال راحت، حتى نوال راحت. نعم كبداكي، عاوز تقابلني ليه؟ جرايه يا كوري، هو انا ماليش عندك ولا ايه؟ انا لا عايزه اشوفك ولا عايزه اعرفك. لولاش بس انك قلت لي انها مصلحه تخص جوليا انا كنت جيت لك ولا عبرت. طب عينك في عيني كده؟ فاكره كوري اول مره شفتك فيها؟ فاكره. كنت لسه جاي بطن البقر. كان يوميها في عيال صيع بيعاكسوني. اتخانقت معاهم وضربتهم اما قطعتهم. ووصلتني لحد البيت مع اني قلت لك سيبهم وانا اقطعهم بسناني، بس انت قمت بالواجب. كانت اول مره احس ان ليا ظهر من بعد ابويا الله يرحمه. بس انا كلتهم على بنت حرام، ايه مع عصب يا بنت؟ عصب. عارفه يا اخويا، هو انا من ساعتها كوريا قلبي ما بقاش بتاعي، يلف ويروح ويجي ويركب تكاتك واتوبيسات ومكن، بس ليه راجع في الاخر؟ لازم كوريا اخر اليوم يجي يجرج عندك. كان بيجرج عندي اهي، بس خلاص قلبك اللي غالي عليا ده انت رميته على فرشه في الشارع، بقيت لازق عليه ورقه كده اهو بتقول للبيع، عمال تنادي عليه في اللي رايح واللي جاي يمكن حد يشتريه حتى لو كان بالرخيص. عارفه يا كوريا، انا قعدت اسبوعين في عز عند اللي اسمه جاسم ده، عرفت ساعتها ان التقيله في بطن البقره الدنيا وما فيها، وشفت نسوان رخيصة، نسوان تعمل أي حاجة عشان خاطر الفلوس. عرفت ساعتها إن واحدة بس في حياتك بفلوس الدنيا كلها. وشفت نسوان حلوة كوري، نسوان تحل من على حبل المشنقة. عرفت ساعتها إن النظرة في عينك نعمة من عند ربنا. ورب العزة يا كوري، أنا كل كلمة قلتها لك دلوقتي خارجة من قلبي، ما عدتش على ولا حاجة.
بحبك قوي يا كوريا. بجد والنبي يا هيما احلف احلف والنبي. خلاص والمصحف خلاص، انا جاي لك برجلي وبقول لك عايز اركن عندك. طلعي لي بقى بطاقه واكتبي فيها ده بتاعنا. بحبك يا حتتي. وانا بموت فيك يا مزتي. حضرتك تشرب ايه؟ لا ما لا تمام، احنا شربنا اصله شربنا. لا دي محتاجه اشعه، محتاجه اشعه. طيب انا هخلع انا بقى، انا عايزك تبقي مطمنه بكره. ها انا اتفقت انا وجاسم مع نادر على كل حاجه، المشوار ده متامن ومتظبط، انا في ظهري. او نرجع للست الغلبانه دي فلوسها، مش عارف انا حرق ونار. يو وحشين يا كوريا. شايفتك معجب بالمصنع. لا كويس حلو، انا كمان بفكر ان انا وانت نتشارك فيه، ايه رايك؟ بفكر وبشوف. سوري معلش رساله بس اشوفها. اتفضل. لا يا فندم، يا رب يكون المصنع عجب حضرتك. ايه حلو كتير. لا يا فندم، احنا عندنا كمان عماله مدربه على اعلى مستوى، ده غير المعدات الحديثه يا فندم، وان شاء الله مصنع قريب باذن الله. كتير. وين بتشوفوا الماكينات؟ احنا بنستورده من المانيا يا فندم، وده احسن مكان بيجيب منه مكان. عشان يا فندم بقول ايه؟ ممكن دقيقة لو سمحت؟ اقدر ادش معاك بس شوية. خليكم خلي. بقول لك ايه؟ بصي دينا، انا حاسس ان المكان اللي هو بيقول عليه احدث حاجة ده مش احدث حاجة ولا حاجة. بعدين مش عارف ليه زي ما بيقولوا عندنا في مصر كده قلب المقبول، حاسس ان في حاجة. بس كيف؟ هو بيقول انه احدث ماكينات على مستوى العالم، وانت كنت من شوي معجب بالمصنع. مش عارف قلبي اتقبض فجأة كده. بصي انا طول عمري بتعامل باحساسي بيني وبين ربنا عمار، اللي بحسه بيطلع صح، فانا حاسس ان في حاجه غلط. بقول لك ايه، هتيجي نقعد في العربيه في التكييف شويه، يمكن الشمس والحر مش مخليني عارف اعبر لك، يعني يمكن لما نقعد ونهدى في التكييف اعرف اقول لك اللي جوايا. تعالي تعالي تفضلي. نحن رح نمشي؟ هنلف شوية كده لفة صغيرة بالعربية. انت كتير غريب، انا مو فاهمتك، لوين بدنا نروح؟ بدنا ناخد روحك يا روح امك. امال انتوا لازمة اهاليكوا ايه؟ لازمة اهاليكوا ايه؟ طول بالك يا كبداكي. اهدى اهدى، خلينا نفكر بعقلنا، الامور ما تتخذ بالطريقه هذه. امال تتخذ ازاي يا شيخ جاسم؟ مش انت اللي قايل لي عندك مصنع وانك مسيطر؟ تتخذ من قدام عينيكوا كده عادي؟ هو قال دي واحد راجعين يا فندم، هتصل بنادر بيه وبلغه يا فندم. كلمه في السكه، يلا كله على ربيته، طيران ورا مروان يمكن نلحقه. بسرعه بسرعه، وانت اخذ سيارتي واسمع، اي شيء تحتاج اتصل فيني انا تحت امرك، واذا لقيت الاخت كوريا اخذها واتصل فيني. متشكر يا شيخ جاسم. العفو العفو، مع السلامه. يا سوق انت فين؟ طب يا جزان حد عليك دلوقتي؟ هات فهمك لما اجي. يلا سلام. يعني ما فيش